أكون مع حضراتكم اليوم بمكتبة الإسكندرية، وأود أن أتقدم بالشكر لمكتبة الإسكندرية ليس فقط على تقديم هذه الندوة اليوم، لكن أيضا لريادتها في تمكين المرأة بكافة أشكالها. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتقييم الحجم الحقيقي للعنف ضد المرأة وعلى قياس حجم هذه الظاهرة، لكن ما زلنا لا نعرف حجمها الحقيقي بسبب خوف الناجيات من العنف من التقدم بشكوى أو بالتعبير عن المشاكل أو العنف الذي يمارس. أو عنوان الحملة لـ 2018 هو اسمعني. الغرض من الانجليزي هو hear me now أو hear me too. والفكرة إن إحنا مؤخرا سمعنا عن حملات عالمية ظهرت اسمها Me Too Movement، لو كنتوا حضرتكم سمعتوا عنها، وكان ليها في مصر برضو يعني شكلها، أخذت في اليابان وفي كل دول العالم. والحملة دي برضو يعني أظهرت الحجم الحقيقي، واتليست الناس بدأت تتكلم عن العنف الذي توجهه المرأة. كان لفترة طويلة المرأة بتاخد عبء العمل عبء عليها ومش قادرة تتكلم، لكن الحملة دي برضو إلى حد ما قدرت إنها تحط الـ accountability على الـ offenders.